من داخل مركز محمود مختار الثقافي انتقلت كاميرا بوابة أخبار اليوم لتغطية بدء فعاليات سمبوزيوم القاهرة نحت حديد الخلد، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية. النهارده طبعا يعني بننشر حدث مهم من أحداث أنشطة يعني وزارة الثقافة بالتحديد قطاع الفنون التشكيلية، يعني بيت الفنانين اللي بنسميه اللي بيرعى تقريبا معظم الأحداث التشكيلية في مصر. برعاية يعني أحد البنوك الوطنية المهمة وبرعاية الفنانين في النهاية، يعني بسميه حدث برعاية الفنانين. الحقيقة الإجراءات اللي تمت من قبل الدكتور صلاح المليجي كرئيس قطاع الفنون التشكيلية، صاحب المتاحف الرمزية والأدبية، المكتب الفني والمعارض والمتاحف العالمية، الحقيقة كان فيه دعم كامل للفكرة من أول ما اتولدت ومن أكثر من يعني صلاح في هذا القطاع. كان في بعض الاقساط للحدث، يبقى ازاي الحقيقه كان الحلم كبير ان هو يبقى يعني دوره اولى سمبوزيوم دولي. حاله الظروف يعني التنظيميه او الاجرائيه في البلد الفتره اللي فاتت ان هو يعني توجه انه يبقى محلي لمجموعه فنانين مصريين ليهم تجربه في النحت الحديد الفرده الرائع. طبعا صلاح عبد الكريم مفجر الحدث اللي احنا يعني على غراره يمكن بننظم هذا الحدث، كان ليه بصمه واعتقد انها انقطعت ما كملتش، فكان في يعني دور هنا استفساري شويه بعمليه مسار الحركه التشكيليه في مصر. النحت فعلا كان في اتجاه يمكن فجر ده سمبوزيوم اسوان شويه، اللي بقى فيه توجهات من النحاتين قبل خامه محددة. فاعتقد يعني كانت نظره سببها من قبل القطاع ان يبقى في حدث يحيي مسيره فن بدا على ايد النحات الرائع صلاح عبد الكريم. انا بسميه يعني في زمره النحاتين، مع ان تخصصه دقيق اعتقد في الديكور، لكن هو الحقيقه عمل طفره او حقق حاجه في مسيره النحت المصري المعاصر من خلال انتاجه في تشكيل اعمال الخرده. طويل مدير اداره الاعلام بقطاع الفنون التشكيليه. زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا في دوبك يعني بنفتتح سمبوزيوم القاهره لنحت الفرد الاول. احنا دلوقتي بنعد اماكن كل فنان بيعمل التنظيمات الفنيه في كل كورس الفنيه اللي هو بيحتاجها من فنات وادوات، سواء لحام تقطيع، لان ده طبعا شغل في الحديد وفي خرده الحديد، فطبعا بنجهز له كل ادواته عشان ما يعطلش على اي حاجه خالص. كل موقع من ده زي ما انتم شايفين كده هيبقى 10 اماكن ل10 نحاتين مصريين، بس هيبقى جنب الخامات بتاعته ادواته اللي بيحتاجها، هتبقى منتشره في الجنينه. وده يعني سيستم جديد واطار جديد، بنحاول يعني اجواء جديده يعني كده، اجواء مرحه واجواء في وسط الجناين وفي وسط شغل الخرده، خرده الحديد اللي هو ده بيتعمل لاول مره في مصر. كل فنان هيبدا يشتغل لايف، يقدر الجمهور في خلال مده العرض اللي هتستمر لغايه 9 مايو ان شاء الله، انه يبدا يشوف العمل وهو بيتشكل لحظه بلحظه وخطوه بخطوه قدام عينه. غير ده بنخرج طبعا بره اطار القوالب الروتينيه اللي هي الجمهور بيشوف العمل في صوره نهائيه، لكن في سمبوزيوم الجمهور بيقدر ان هو يعيش من مرحله الفكره الى مرحله المنتج لحظه بلحظه بيتعايشها مع الفنان. بنامل ان هو يكون انطلاقه جديده وخطوه مهمه جدا في دفع النحاتين المصريين لابتكارات جديده وافكار جديده، وان شاء الله هيكون له صدى واسع على الساحه التشكيليه، وان شاء الله في المستقبل بيخطط قطاع الفنون التشكيليه انه يتحول الى حدث دولي. الفنان عمر حسن المدير التنفيذي للسمبوزيوم، ممكن حضرتك تعرفنا يعني ايه سمبوزيوم؟
السيمبوزيوم هو يعني مصطلح بمعنى الندوة، وهو مصطلح يوناني الأصل، وكان دايما بيستخدم في الشعر. كان الشعراء بيعملوا ندوات يتباروا بها بكلماتهم وبأشعارهم، وبدأ يدخل المصطلح دوت مع مر سنين في علوم مختلفة لغاية ما وصل لمجال الطب. ففي سيمبوزيومات في الطب كمان، في سيمبوزيومات في العمارة في الهندسة، وأخيرا من سنوات دخل في مجال النحت مفهوم السيمبوزيوم، واللي بيعتمد بالأساس بتقابل مجموعة من الفنانين من ثقافات وأعمار وجنسيات كمان مختلفة. بيحصل في السيمبوزيوم ده تبادل الأفكار والخبرات والتقنيات وهكذا. هل السيمبوزيوم ده تم إقامته في مصر قبل كده ولا دي فعلاً أول فعالية؟ هو مصر حصل فيها أكتر من سيمبوزيوم قبل كده، بس ده سيمبوزيوم الحديد الخردة الأول اللي وزارة الثقافة بتنظمه. يعني ده أول سيمبوزيوم الدولة بتنظمه. حصل سيمبوزيومات جهات خاصة نظمتها، سيمبوزيوم يمكن أو اتنين، ودوت السيمبوزيوم الأول اللي الدولة بتدعمه، ودي أهميته من هنا من سيمبوزيوم رسمي. هو انا سمعت ان في تعاون من بنك سي اي بي. تمام. هو راعي برضو. تمام. بنك سي اي بي كان عامل سبورت كويس جدا، من اسباب ان الحدث دوت يخرج من الموضوع. ممكن حضرتك تعرفني بالمشاركين في سيمبوزيوم؟ الحقيقه يعني من الحاجات اللي اسعدتني في سيمبوزيوم انه تم الاختيار في طبعا لجنه منظمه للسيمبوزيوم برئاسه الدكتور صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيليه، والدكتور شمس الكرم فيلي المسير العام، وانا كمسير تنفيذي، والاستاذ احمد عبد الفتاح رئيس الاداره المركزيه للمعارض، والاستاذ داليا مصطفى مديره المعارض. دي اللجنه المنظمه. اللجنه شافت ان يحصل عمل لجنه اختيار وتحكيم لضمان العداله البحته في اختيار الفنانين، ما يحصلش فيه اي نوع من انواع المجاملات، وان في رولز اتفقنا عليها للخروج للسيمبوزيوم دوت من ناحيه الاحجام، التكلفه المتاحه نتحرك فيها ازاي، مستوى الفنانين اللي هتقدموا للعمل. واللجنه كانت برئاسه لجنه الاختيار، كانت برئاسه الدكتور احمد سطوحي وعضو الاثنين من اللجنه كوميسير وكوميسير تنفيذي، بالاضافه لاثنين فنانين الدكتور سيد بدر والدكتور محمد رضوان القاعدة. وتم اختيار مجموعه من افضل فنانين مصر من اعمار مختلفه، ما حصلش تركيز على بيج نيمز بس. اخترنا مجموعه من فنانين مشاهير زي الفنان طارق الحومي، زي الفنان هشام عبد الله، زي الفنان حبيب السيد، والفنان عبد رمزي. حتى تلاحظي حتى في الاسماء انه في فرايتي بين الفنانين، حد خريج فنون جميله، حد خريج تربيه نوعيه، حد تربيه فنيه، حد فنان تلقائي. ما فيش نوع من انواع التحيز. كمان معانا الفنان احمد عبد الفتاح، والفنان الفنان الشاب طبعا احمد عبد الفتاح، ومعانا الفنانة علا موسى، والفنان احمد موسى، والفنان طه نصر. يعني ارجو ما تنساش بس المجموعه هايله جدا من الفنانين. هم 10 فنانين.